ادي الخفافيش يا جماعه، واللي عاوز يصطاد الشبكه دي بتصطاد اي حاجه، اللي عاوز عيش خفاش برضو. يعني يجيب له شبكه زي دي وهيصطاد له شويه خفافيش، والخفافيش هتعمل عش، بس في الاخر هيلاقي العش الخفاش غير اللي هو بيشوفه على النت خالص، مش هيلاقي له تمن اصلا، لان الكلام ده خرافات كله وكلام فاضي. هو كل ما في الموضوع بالنسبة للخفاش، علماء ألمان كانوا بحثوا في الموضوع ده ولقوا إن الخفاش لما بيجي يصطاد الضحية بتاعته، طبعا هو بياكل اللحوم من ضمن الأكل بتاعه يعني، فما بيصطاد الفريسة في إنزيم في اللعاب بتاعه أما بيعض الفريسة، الإنزيم ده هوت بيعمل على بيساعد على سيولة الدم، بيعمل سيولة في الدم علشان طبعا الفريسة تخر دمها بسرعة وإيه ويموتها وياكلها. فالعلماء قال لك إن الإنزيم دوت ناخده من لعاب الخفاش ونعالج بيه مرضى الجلطات، ونعمل منه علاج لمرضى الجلطات. دي كل القصة وما فيها. اما بالنسبة للخفاش وعش الخفاش والكلام ده، طبعا احنا مبدعين في بالذات احنا كمصريين مبدعين في اختراع النصبايات اللي زي كده، وننصب بقى على الناس وخلاص، ونعمل مواضيع كده من مفيش. دي قصة الخفاش وعش الخفاش، وليه الناس بتدور على عش الخفاش والكلام الفاضي ده. وربنا يهدي شباب المسلمين جميعا يا رب. استودعكم الله.